واحد، هل الاعتراف يصلح عبر التليفون؟ طب وافرض التليفون مراقب، يتسجل عليك الاعتراف عند امن الدولة؟ انت تعترف في ودان القسيس وتاخد منه الحل، ولا انت لما اعترف في التليفون تاخد الحل في التليفون؟ تغطي راسك ازاي؟ دي بدعة، دي حكاية الاعتراف عبر التليفون. انا اصلي اعترف عن طريق الانترنت ولا